السلام عليكم. طيب ضحكينا معاكي. ما في شيء. سمعي ليش تضحكين؟ أقرأ نكت. طيب سمعيني واحدة منها. ما أبي. ليش؟ عشانها نكت بايخة. طيب خلاص بكيفك براحتك. حليتي وجباتك؟ لسه ما بدأت فيها. الحين من ساعة كاملة تقولي لي ابشر بخلصها. اي صح. طيب ليش ما بدأتي فيها؟ غير رأيي، ما أبي أسويها الحين. ليش؟ كذا من غير سبب. يعني مزاج؟ اي مزاج. حول. طيب ممكن تروح تجيبي لي مويه؟ ما ابي، خليها لبعدين. حسبي الله ونعم الوكيل. على عنتك. الله يصحك يا لانا. لا حول ولا قوة الا بالله. وش صار؟ معقولة؟ ليش كذا؟ بعدين وش سويت معاكي؟ نانا خلاص قصري صوتك. بعدين وش سويتي؟ لا أنا ما تفهمين، أقولك قصري صوتك. مالك شغل فيني، أضحك مثل ما أحب. ريناد أكلمك بعدين، مع السلامة. ليش أنت عنيدة؟ روحي غرفتك واضحكي براحتك. ليش مو أنت تروحين غرفتك؟ أنت العنيدة. أعوذ بالله، دماغك ناشف مثل الصخرة. أنت دماغك ناشف مثل الصخرة. خير، وش في يا بنات؟ أنا أكلم صديقتي ريناد وهذه تضحك بصوت عالي. لانا قصري صوتك ولا روحي غرفتك. ما أبي، ليش مو هي تكلم صديقتها بغرفتها؟ المستعان على العناد. حور حبيبي معلش، روح أكلم صديقتك في غرفتك. ما أبي، أبغى أكلم في المكان اللي يعجبني. أنت بعد عنيدة أكثر منها. الحق معك خال وليد. الحق معايا في وشو؟ حور عنيدة أكثر من لانا. يا الله، شو اللي يقول الكلام؟ الست لينا. إي والله ما أمزح. وأنا بعد ما أمزح. ما فهمت وش قصدك؟ لأنك عنيدة أكثر من ذول الثنتين. ليش؟ وش سويت؟ سويت؟ كم مرة أقول لك لا تأكلين شيء قبل الغداء عشان تعرفين تتغدين؟ ما أبي كل شوي ما أبي. الله يعيننا على عناد البنات هذولي.